وبيوصل خبر عني لحده قصد متعني نسيت جرح قلبي طاب واصبح لي سوى احباب ويوم انهم طروا لسمه ضحكت وقلت من هو هذاك الخاين الكذاب حمد الله إلاله أبي يوصل خبر عني لحده قصد متعني نسيت جرح قلبي طاب واصبح لي سوى احباب يوم انهم طروا لسمه ضحكت وقلت من هو هذاك الخاين حشمها هلت دموعي لا حرك بيه